الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حباب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الدلو. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله الكاشف. شايف يا برج الجدي، أنت خلال أيام عندك تحقيق حلم، عندك تحقيق حلم جديد عندكم. شايف هنا، بس أنت لازم الفترة اللي جاية تطمنوا. شايف في أمور عندكم هتطلعوا منها. شايف في طاقات، شايف في طاقات جديدة حلوة جدا. شايف برضو هنا البعض منكم عندك طاقات مختلفة. يعني هنا انتم ساعات من الوقت للتاني بتاخدوا قرار ان انتم تمشوا، او الناس دي ما تردعوش في حياتكم. شايف ان انتم حصل عندكم فراق مع حد، يعني هاي الشخص ده كان عزيز على قلبكم، وفي الاخر انتم عشتم حياتكم عادي. يعني قلتم خلاص هو اللي بعد، هو اللي ظلمكم، وانتم قلتم خلاص ان احنا هنجري ومش هنستني حدا من حد، او مش هننتقل على حد هو مش عايزنا. انتم من الوقت للتاني بتحسوا ان انتم عندكم عزة نفس. شايف هنا في ست عندكم، في ست عندكم، الست دي عليها كمية مراقبة ليكم جدا، بتراقبكم بأي الطرق ومركزة معاكم جدا. هاي الست يعني هي مركزة معاكم قوي، خلوا بالكم منها، كن حذر يا دلو، خلي بالك من هاي الست، هي قريبة منكم جدا، لكن انتم بفضل ربنا بتكونوا واثقين في كل الخطوات بتاعتكم. شايف برضو هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، شايفكم واقفين على باب الأمان، يعني أو هتدخلوا على باب جديد، أراكم واقفين على باب جديد، أو هتدخلوا على باب جديد، في خطوة ليكم. يعني وبعد ما تدخلوا هاي الباب، شايف إن الأمور هتتحسن معاكم، وهتدري زي ما أنتم عايزين، يعني الأمور هتكون معاكم بإذن الله خلال أيام قليلة. خلال أيام معدودة هتتحسن معاكم. شايف عندكم تحسن. أنا شايف إن ضغط عندكم، ضغط عليكم، ضغط أو عراقيل أو مشاكل. شايف عندكم كمية ضغط أو عراقيل أو مشاكل. شايف هنا برضو، اللهم صل على سيدنا محمد، شايف في حدا ضغطاكم جدا، في حدا مأثر عليكم جدا، في حدا وجعاكم. شايف أكتر من حادي تعباكم، يعني هاي الحالة مخلياكم بتزعلوا على نفسيكم. شايف برضو في كذبة عندكم، والكذبة دي يعني هنا انتوا اكتشفتم ان هي فعلا الكذبة دي كبيرة على حياتكم. شايف ان انتم ما بتحبوش الكذب، ولا ما بتحبوش النفاق، ولا بتحبوا الكلام الكتير مع الناس اللي حواليكم. شايف ان عندكم اكتر من حاجة بتحصل في حياتكم. شايف برضو عندكم هتتحسن النفسية بتاعتكم، وهتتحسن الامور. شايف برضو ان انتم حاسين حرفيا ان انتم مضغوطين الفترة دي، لكن بفضل ربنا الامور اللي عندكم هتبدأ تتظبط، هتبدأ تتحسن. شايف في حد خذلكم، او في حد لعب بمشاعركم، يعني هالشخص ده لعب على حياتكم، لعب عليكم، دخل عليكم بقصة الحب، أو إنه عايز مصلحتكم، لكن هو دخل بطريقة خطأ، وده طبعاً ظلمكم ظلم كبير جداً. شايف إن هنا ما بينكم وما بين حد بتحصل مشاكل على أتفه الأمور أو على أتفه الأسباب. شايف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، في حد بيأذي بيكم أو بيلعب بمشاعركم. شايف في حد بيحاول، عايز
يوصلكم حد عن الشريك، شافي حد بيلعب بمشاعركم او بيحاول يأذيكم ويوصلكم كلام عن الشريك وانتوا هتصدقوه وهتعملوا شوية مشاكل مع الشريك، وبعد كده هتعرفوا ان الشخص ده كذاب وهو حاب يوقعكم او عايز منكم حاجة فهيلعب بيكم، لكن انتم بفضل ربنا الخير عندكم هيزيد. شاف الخير هيزيد بفضل الله تعالى، شاف اموركم هتبدأ تلعب اكتر من دور ممتاز معاكم. بسم الله الكاشف. شاف الفترة دي يعني اللهم صل على سيدنا محمد هتبقوا اقوى من الاول، هتبقوا اقوى من الاول. اي نعم في حاجات كثيرة بايظة عندكم، لكن هتصلحوها اكتر من الاول، عندكم تصليحات حاجات كثيرة. شايف عندكم برضو هنا في ناس من الجيران شايفينكم في الدخلة والطالعة، حاطين عينهم عليكم، لكن انتم رميتوا همومكم لربنا وقلتوا لنا رب كريم يحمينا من هاي الاشخاص. وشاف برضو هنا البعض انتم في منكم اكتشف اسرار او اكتشف ناس على حقيقتها وعرفها. عندك هنا في بشرى وفرحة كبيرة واستقرار اطمئنان على شخص، وارى في فك كرب ان شاء الله. عندك تحقق امنية غالية على قلبك، هتغير عتبة في تغير عتبة، وهتخلص في تخلص اوراق من جهة حكومية. انا شايف في زعل او حزن، في حزن حتى كسر قلبك او خذلك، وراح في اكتشاف امور وحقائق حواليك راح تكتشفهم. منقول عن واحدة او واحد من اصحابك هيوقعك ما بينك وما بين الشريك او وقعك، راح تكتشف هاي الامور. في ناس خايفة من بكرة وقاعدة بتفكر في اللي جاي، بلاش تفكير وسيبها على الله، راح تخرج من هاي الازمة اللي انت فيها. شايف برضو هنا اللي حبيته او فرحت بوجوده طلع غدر بيك او كسر قلبك او هكذا. شايف برضو عندك الضيقة او الخنقة هي اللي مزعلاك ومش عارف تفضفض او مش عارف تتكلم. شايف برضو في كلام بيضايقك انت سمعته في العمل او من شخص بتتعامل معاه شبيه يوميا، ولكن في انتصار ليك بعد ظلم وقع عليك قريبا جدا ان شاء الله. في انتصار ارى هنا برضو في ارتباط او قصة حب قريبة منك، وفي اعجاب متبادل. ارى هنا فلوسك بتتبخر وبتخلص، لكن ستر ربك دايما معاك، ما تقلقش. في انفراجة مالية ورزق من نصيبك، ورزق من نصيبك جاي لك. شايف الامور هتتراوح في مكانها، وقريبا هتشعر بالسعادة. شايف عندك تغيرات قادمة تدق بابك، شايف بدايات عاطفية وامور جديدة وتخلص من علاقات سامة، وشايف هتخرج ناس من حياتك. شايف تقبل التغير وخد خطوة جادة. لديك أخبار جميلة تتعلق بعمل جديد، عندك أخبار هتمر بيه وبتكون كديه بإذن الله وتعدي منها على خير إن شاء الله. عندك شخص هنا مش من بردك، مفتقدك الأيام دي، وانقباض قلبك دليل على إنه بيفكر فيك. شايف عندك برضه هنا سوف تفاجأ بأفراح قادمة ليك بإذن الله تعالى، عندك بشرة خير. وشايف هنا البعض انت بتعاني من خنقة او حزن، شايف بتعاني من الخنقة او من الحزن، لكن قلبك هو الموضوع من شخص خذلك. هذا الشخص من المقربين او من شخص عزيز على قلبك خذلك، لكن جيالك فرحة هتنسيك الوجع اللي حصل معاكم او الوجع اللي حصل وياك، عشان انتم عشتم من الماضي ايام صعبة ولغاية دلوقتي بتعانوا. كانت عندكم بعض المشاكل، البعض سمع كلام وضايقوا جواكم، بس ناويين على التغير للاحسن والافضل. والبعض منكم موضوع بسبب العاطفة حصل انفصال مع الشريك، لكن في عندكم تحقق أمنية والأيام اللي جاية حلوة وفيها فرحة هتنسيكم الماضي. في حد هيظهر للبعض هيغير حياتكم للأحسن، هيبعت لكم الشخص اللي يقدركم بإذن الله تعالى.
اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. إن شاء الله هذا قراءتنا وأكثر من قراءة سورة الممتحنة بنية فتح الأبواب المغلقة. وإن كنت بتعاني من السحر أو من تعطيل أو من تابعة أو من قرين، في صندوق الوصف العلاجات والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا واتس يتواصل إن شاء الله في العلاج. وأتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحي.